بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مهنة الطب يا أخي من المهن الشاقة جدا. طالب بعد ما تخرج من الثانوية، طبعا بعد ما بذل الكثير في الثانوية حتى يحصل على النسبة اللي دخل الطب، يدخل الطب فيما بعد، يدرس 7 سنين أقل شيء أو 6 سنين دراسة ما يسمونه الطب العام، رحلة كفاح، ممكن أنه يتحمل الغربة، ويعني الغربة هذه يعني يلاقي فيها ما يلاقي من المصاعب، من الطيران وحجوزات الطيران والترانزيت ومثلا السكن والتأقلم مع هذه الغربة والتأقلم مع الظروف الجديدة، التوقيت والساعة البيولوجية وغير ذلك من الأمور. ورحلة كفاح عظيمة، وهذه الرحلة يتخللها بعد ممكن أحيانا شيء من السقوط، ويحتاج أن يقوم يرتب نفسه ويلملم ذاته وإلى آخره حتى يصل إلى مرتبة معينة من العلم ومرتبة معينة من الدراية في الطب. هذه الرحلة يتخللها الكثير من المشاق والمصاعب، ويعني من حتى أحيانا يكون الإنسان نوعا ما في دائرة معينة من القلق ومن التوتر ومن يعني بعض الأمور اللي لحي ما ترتبت، يعني حال الوصول وحال الدراسة، فيعيش الإنسان في دائرة معينة من يعني التوتر والقلق. بعد هذا كله وبعد هذه السنوات وبعد هذه الظروف يرجع هذا الطبيب، أو إذا كان مثلاً يعني دارس في نفس ديرته، لكنه يعني خلينا نفترض جدلاً أنه كان دارس في نفس البلد اللي هو يعني منه، مثلاً خلينا نقول في الكويت، دارس في الكويت، لكن تشوف هذا الدارس وهذا الطالب موجود معاك في مجتمعك ويروح كله يرجع، لكن ما هو معاك ذهنياً، هو منشغل انشغال تام في دقائق الأمور وتفاصيل هذه الأمور وتفاصيل الدراسة وتفاصيل القوانين وتفاصيل المعلومات. وأحيانا إذا قاعد معاك لو شفته في مكان ذهنه مو معاك، ما هو حاضر ذهنه وغير ذلك من الأمور. حتى إذا خلص بعض الأحيان يحتاج أنه مثلا يتخصص، فيكون هناك مثلا مزيد أو رحلة أخرى من المشقة. حتى بعض طلبة الطب ممكن أنه حتى يعني يشيب في وقت يعني قبل الوقت يعني المشيب حقيقة. بعد هذه الرحلة يأتي هذا الدارس وهذا المتخرج ليمارس هذه الوظيفة، وإليكم تفاصيل هذه الوظيفة وأحداث هذه الوظيفة. يبدأ الطبيب ويمارس هذه المهنة الشاقة، ولا المخاطر يختلط بالفيروسات ويعني الميكروبات وغير ذلك من المخاطر العظيمة، لا سيما في ما حصل الفترة السابقة من موضوع مثلا الفيروس الوبائي الكورونا اللي صار استنفار عام وكبير للأطباء وللعاملين في المجال الطبي. هذا الاستنفار يكون فيه الطبيب على مدار اليوم في ضغط نفسي تام. تخيل الضغط، أنت تحتاج أنك تعالج، تحتاج أنك تفحص، ناهيك عن اللبس الوقائي اللابسة، وأحيانا يحتاج أن يجمع الصلوات للأمر الاضطراري الحاصل. فبالتالي يعني يكفيه هذا الضغط، يكفيه هذا القلق، يكفيه هذا التوتر
يأتي أخيرا مراجع ويصفه بأنك والله ما تفهم شيء. تخيل حجم هذه الكلمة بهذا الضغط وبهذا الأداء للطبيب وبهذا الجهد وبهذا يعني الجو المفعم بالتوتر والقلق. يأتي واحد يقول والله أنت ما فهم، أو إن مثلا والله لو أدت ما جيت لك مثلا. تخيل بعد كل هذا ويسمع كلمة مثل هذه. والمشكلة الكبرى لو أن هذا الدكتور غضب، بشر بالنهاية ما هو آلة ما هو مكينة، لو هذا الدكتور غضب أو عصب أو أبدأ انزعاج يشتكي عليه أو يصفه بعبارات لا تليق وكأنه مطلوب أن يسمع ويسكت حال حال الجماد، هذه ضغوطات يعاني منها الطبيب بشكل يومي. فمالك بمثل هذه يعني الظروف التي تحيط بالعالم وليس المجتمع اللي احنا عايشين فيه بروحه. هذه الأمور تتطلب منا وعي، تتطلب منا ثقافة في التعامل. الأخلاق الحسنة لا تكون في وقت اللين فقط، الأخلاق الحسنة والمقامات العالية تكون وأحوج ما تكون في مثل هذه المواقف، في مثل هذه الظروف. هذا الطبيب أحيانا يكون ولد عمك، هذا الطبيب أحيانا يكون أخوك، أحيانا يكون أبوك، أحيانا يكون جارك. هذا الطبيب ما هو بمنأى عن هذا المجتمع. هذا الطبيب وإن كان يأخذ أجر مقابل عمله، إلا أن ترى اللي قاعد يشوفه واللي قاعد يواجهه من ظروف ومن ضغوطات ومن توتر و إلى آخره، يعني هذه ما تقارن بشكل يعني كبير بالأجر اللي أخذه. أحيانا الواحد يقول يا عمي أنا تنازل عن هذا المبلغ مقابل أن أقبل براحتي وأقبل بأحيانا يقول أقبل بكرامتي، لأن الناس للأسف ما عندها وعي حقيقي ووعي كامل في تعاملها مع هذه الفئة من الناس رفقا بالأطباء. انك تعيش في ضغوطات وتعيش في يعني محيط مليء بالتوتر ومليء بالضغط، ويعني تحتاج الى يعني كميات كبيره من الكلمات الرقراقه والكلمات اللي تلامس قلبك وتلامس يعني وضعك. لكن اللي عليك انك تحتسب الاجر عند الله عز وجل، وانك تتحمل اذى الناس، وتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أن تحتسب هذا الوقت لخدمة الناس وعرض الخدمة، أنك أنت تقدم المساعدة للآخرين، وأن تكون أحد صفوف المجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنت تحتاج أن تتذكر هذه المعاني، أنت تحتاج أن تتذكر أن أنت ممكن تنقذ نفس، والله عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت تحتاج أنك تتذكر هذه المعاني. أنت تحتاج أن لا تقابل الإساءة بالإساءة وتكون كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل الإساءة بالإساءة ولكن يعفو ويصفح. أنت تحتاج أن تحافظ على هذا الأجر العظيم من خلال دفع السيئة بالحسنة. أنت تحتاج أن تعلم الناس وتريهم حقيقة التكافل الاجتماعي وحقيقة التعاون بين أفراد المجتمع. أنا أحتاجك وأنت تحتاجي، لولا المرضى ما كان هناك
قيمة حقيقية للطبيب، ولولا الطبيب لما تشافى بإذن الله عز وجل المرضى. هكذا يكون التكافل الاجتماعي. أن تحتاج أن كذلك تتذكر قضية الإتقان في العمل، وأن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه. تدخل في هذه الصفات وهذه النوايا الحسنة، تدخل كذلك بمنطلق آخر، أن تري مثلا غير المسلم أخلاق الطبيب المسلم وكيف يجب أن يتعامل. أنت تحتاج كذلك أن تدخل من منطلق دعوي، فتري غير المسلم مثلا أخلاق الطبيب المسلم، وتري إتقانك، وتري كذلك كيف تحافظ على دينك وتحافظ على صلواتك حتى في هذا العمل، وتري سماحة الإسلام من خلال إتيان بعض الرخص اللي سمح الله عز وجل فيها في مثل ظروف معينة، مثلا مهنة الطب وغيرها. هذه النوايا يجب أن تستحضرها. استحضر قيمة الصبر. يعني يوسف عليه السلام تكيف مع عدة ظروف، تكيف مع البئر، تكيف مع فتنة امرأة العزيز، تكيف مع السجن، تكيف مع الملك حينما كان وزيرا عند عزيز مصر. وسر هذا التكيف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أن تحتاج أن تتقي الله عز وجل وتضع الله عز وجل نصب عينك، وتحتاج أن يعني أن تصبر، وأن يعني ما يخالف يعني تتجرع مرارة الصبر حتى تكون بإذن الله عز وجل من المحسنين. هذه نوايا يجب أن تراعي يعني نفسك فيها وفي عملك، وأن تنشرها كذلك بين أخوانك الأطباء، وأن تنشر هذه القيم النبيلة. والإنسان يحتاج بين الفينة والأخرى إلى أن يتذكر هذه من خلال يعني بعض مثلا الكتابات، تحطك على مكتبك مثلا هذه العبارات، أنك أنت تحتسب لله عز وجل، وأنك أنت يعني تحتسب هذه الأعمال كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، رفقا بالأطباء، ورفقا أيها الطبيب بالمراجعين.